وإليكم التفاصيل. أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويقيم كهنة وآباء الكنيسة بحضور ومشاركة الشعب ورموز الطائفة الإنجيلية اليوم صلوات القداس الإلهية وفق الطقوس القبطية للطائفة الإنجيلية، فضلا عن عرض عدد من الفقرات الروحية والدينية وعدد من الترانيم، هذا بالإضافة إلى عقد الندوات وإلقاء عدد من الكلمات الاحتفالية.